مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا بيتنا احلى. خلينا نبدا معاكم النهارده ببعض المعلومات والتطورات الجديده عن واتساب. اقوى ميزه منذ اطلاق واتساب لحمايتك من المتطفلين مخصوص. طبعا بيستخدم تطبيق واتساب حوالي 1.5 مليار مشترك شهريا، وبيتحول طبعا التطبيق ده لاكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت شعبيه جدا في العالم كله. طبعا ما وصلش التطبيق ده اللي اشتريته شركه فيسبوك بقيمه 19 مليار دولار للشعبيه دي من فراغ، اكيد في اسباب كتيره، لانه بيعمل بشكل دائم على اضافه خصائص ومزايا جديده لراحه المستخدم وحمايته الاكيده. في سنه 2018 بس اضاف واتساب مزايا مكالمات الفيديو الجماعيه والمكالمات الصوتيه ودفعات طبعا واتساب الماليه، بالإضافة لميزة الملصقات اللي طبعا طلعت للنور والناس كلها شافتها من أيام. لكن طبعا بيبدو أن في إحدى أكبر مزايا واتساب وأقواها منذ إطلاقه لحد دلوقتي هي لسه ما خرجتش للنور، ولكن بتشير التسريبات أن الشركة القائمة على التطبيق بتطور ميزة حماية جديدة هتغير الطريقة اللي نتعامل عبرها مع واتساب. وقال موقع ويب تلانفو الشهير بتسريباته الموثوقة بخصوص واتساب ان التطبيق ده بيعمل على ميزة بتمنع رؤية الرسائل خالص الا بعد التحقق من هوية صاحب الهاتف عبر مزايا التعرف على الوجه فيس اي دي او التعرف على بصمة الاصبع تاس اي دي في أجهزة طبعا آيفون. والهدف من الميزة دي أنه يتأكد التطبيق أن صاحب التليفون نفسه والحساب الحقيقي هو اللي بيحاول قراءة الرسائل، وإن لم يتمكن تطبيق واتساب من التعرف طبعا على المستخدم فإنه هيطلب منه تسجيل الدخول عبر كلمة المرور الخاصة بالهاتف نفسه. طبعا لم تأتي تسريبات الموقع دي على ذكر طريقة التحقيق من هوية المستخدم، ما شرحهاش تفصيليا في هواتف أندرويد، لكن من المتوقع طبعا أنه يعتمد على نفس خصائص التعرف على الوجه والبصمة. وأشار كمان الموقع أن الميزة الجديدة حاليا في الطور التجريبي ألفا اللي بيسبق بيتا دون أن يحدد موعد بعينه لإطلاقها. دي كانت أبرز معلومات جديدة على واتساب وتطبيق واتساب الأشهر في العالم دلوقتي، واللي موجود عليه ما لا يقل عن 1.5 مليار فرد بيستخدمه يوميا، واللي اشتريته في شركة فيسبوك بقيمة 19 مليار دولار. كل يوم في جديد في عالم التطبيقات والتواصل والمواقع دي كلها، نتمنى انها تفيدنا وناخد منها الإيجابيات ونبعد عن سلبياتها. خلينا